كل واحد من عندهم إلى عدة طرق أنه يشخص بهم. من أحكي على الديابيتس ميليتس الشعبي أنه إحنا نسوي الفاستيك والراندام والاتش بي 1 سي، هذه الاختبارات اللي إحنا نسويها حتى أكشف أنه الشخص عنده ديابيتس أو ما عنده. بالنسبة للسيرياك ديزيز عندنا اختبارات سيرولوجي، وعندنا هيستوباثولوجي، وعندنا ال HLA تايبينج. هسه راح نجي نعرف كل واحد من عندهم شلون نشخصه وبأي طريقة، وأي وحدة من عندهم هي الأضبط بالتشخيص. الدايابيتس ميليتس is a group of endocrine disorder, common endocrine disorder characterized by hyperglycemia. إذا من أريد أشخص أقول إنه هذا الشخص عنده دايابيتس ميليتس، لكن لازم يكون العارض الرئيسي أو يتميز إنه بشغلة معينة، اللي هي لازم شي يكون عنده هايبر جلايسيميا، اللي هي ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم. من أجي أقسم الدايابيتس راح أقسمه إلى 3 أقسام رئيسية: الدايابيتس تايب 1 اللي هي مرض مناعي بحت، النوع الثاني اللي هو دايابيتس تايب 2 هذا يصير نتيجة تقدم بالعمر، نتيجة environmental factor، نتيجة disease of drug معين يصير. شنو اللي يصير بيه؟ يصير إما insulin resistant، أو يصير أكو defect بإنتاج بإنتاج العفو الإنسولين، فمستويات الإنسولين راح تنخفض، لذلك إحنا ممكن نعوض عنها بحبوب الإنسولين أو بنسوي بالإنجكشن. النوع الثالث اللي هو gestational diabetes، هذا النوع يصير حصرا عند الحوامل، يسموه شاعنة يسموه سكر الحمل. هذا النوع إما ينتهي ترجع مستويات السكر إلى طبيعتها مجرد الولادة، يعني بعد يوم أو يومين أو أسبوع يرجع تنخفض مستويات السكر ويرجع إلى وضعه الطبيعي كأنه ماكو سكر نهائيا، يرجع ممكن يتجدد كل فترة حمل، أو أحيانا يستمر. في حالة إذا استمر بعد فترة الحمل راح أعتبره ضمن الديابيتس تايب 2. إحنا بشنو نركز؟ بما أنه إحنا بدنا ناخذ مناعة، فأني من أركز أشرح وأركز أشخص الدايابيتس تايب 1 اللي هو عبارة عن chronic autoimmune disease it involves selective destruction of beta cell اللي موجودة بالبنكرياس، هي تكون مسؤولة عن إنتاج الأنسولين. بالعموم الدايابيتس تايب 1 الشائع عنا سابقا يسموه جوفينايل دايابيتس اللي هو سكر الأطفال أو سكر الأحداث، لكن إحنا ما نقدر نعمم هذه التسمية. ليش؟ لأنه كثير من الأطفال أو حتى اليونجر أدلت ينصابون به يمكن بعد عمر يعني قبل 30، أو ممكن يصير عندهم أنواع أخرى من أنواع السكر. لذلك أني أو أحيانا بعض أنواع الأدلت خاصة بالأشخاص اللي عندهم جينات وراثية معينة أو السكر يكون وراثي عندهم، إحنا ممكن إحنا نخليه ضمن الدايابيتس تايب 1. وأصلا حتى ممكن يعني حتى شخص ما يعني ما عندهم وراثة لكن ضمن another type of autoimmune disease، ضمن فت خلل صار بالجسم تتكون يصير عندهم destruction بالبيتا سيل ويصير عندهم diabetes type 1. بالعموم تقريبا 5 إلى 10% من ال diabetes mellitus هم type 1، 90% الباقين هم كلهم type 2. يعني احنا هو كمرض مناعي أنا ما أقدر أقول عليه هو مرض مناعي شائع، لأنه ال type 1 تقريبا خلي أقول لكم 10% من البيشنت بالدايابيتس هم تايب 1، البقية هم كلهم تايب 2 نتيجة الأسباب والريسك فاكتور اللي حكينا عليها تصير الإصابة. التايب 1 which characterized by complete or nearly complete deficiency صير بالإنسولين. طيب إحنا شلون راح نشخصه؟ أكو عدة اختبارات احنا ممكن نعتمد عليها حتى أشخص الدايابيتس التو تايب مالته. أنا هنا أنا راح أحكي عن الوان وراح أحكي عن التو. الشائع عندنا احنا أكو 5 اختبارات ممكن نسويها حتى أشخص البوث تايب أوف دايابيتس. كم واحد تعرفون منهم؟ احنا عندنا 5. من يقولي كم اختبار ممكن تعرفون انتو من الدايابيتس اللي احنا نسويها بالمختبر؟ نعم دكتورة. أي إبراهيم؟ دكتورة الفاستنج بلاد شوغر أي والراندوم بلاد شوغر أي
والجلوكوز توليرانت تيست اي وال اتش بي اي 1 سي زين. والاورال جلوكوز تيست. بعد عندنا واحد الأخير اللي هو يسموه الفركتوز امين تيست. منو يقول لي شنو الفاستنج؟ اختبار الفاستنج شنو وش وقت نسوي؟ فاستنج بلازما جلوكوز شو وقت اسوي وشنو النسبة الطبيعية مالته وشو كذا، باعتبار يعني هاي المعلومات مرة عليكم المفروض تعرفوها. دكتورة يكون صايم لمدة أقل شيء 8 ساعات، اي محمد اي والنسبة الطبيعية للأشخاص للصحة أقل من 140، اي و فاستنج اقل من 140؟ العفو دكتورة الفاستنج من 120، 120. أقل من 120، اي مية وعشرين اي احمد الفاستنج من ال اي 70 احمد ل 110 بالمليون. الفاستنج من 70 لل 110 زين. الراندوم شنو؟ 80 ل 140 حسب التحليل الخير دكتورة. بس لحظة اي احمد شلون؟ من ال 80 ل 160 يعتبر يعني من ال 80 لل 160 احيانا، حتى يمكن اذا كان ماكل اكله دسمه يمكن حتى يعتبر لل 200 ضمن النورمال. من يعبر ال 200؟ لا. اي زيد كمل لي. دكتورة حسب التحديث الأخير مع الصحة العالمية أقل من 100 لازم يكون طبيعي، يعني أنا ما أعرف هاي من 120 من أي جيبوها، على منو هاي على 120 منو من قبل نحكي؟ 10 على سنوات أو الفاستنج 5 سنوات. لا 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 الفاستنج راندوم الفاستنج، لا إذا ياكل عادي يصلي ال 160 إذا ما ياكل عادي يعني. لا احنا زيد الفاستنج هو الصايم، الراندوم هو اللي ما صايم. العفو العكس العكس، الراندوم إذا ما اي أكل ال 160، لكن الفاستنج لازم زين اقل من 100، هذا حسب التحديث الاخير على قول دكتور ياسر يعني. بالضبط. شوفوا اذا اول اختبارين احنا ممكن نسويهم اللي هم اكثر شيء شائع اللي هو الفاستنج والراندوم. الراندوم اللي هو ما يحتاج انه الشخص يصوم، اختبار جدا بسيط، هو ابسط واحد ممكن واحد يسويه باي وقت. شخص ما اكل، انا ما اقول لكم انه شخص ياكل ورا ربع ساعة يروح يقيس السكر مالته، لا، بالقليل تقريبا المفروض يعني على الأقل ينطي ساعة واحدة، ساعة إلى ساعة ونص، ويروح يسوي الاختبار مال الراندوم. شو وقت أعتبر أنه هذا الشخص عنده سكري من أقيس الراندوم مالته؟ تقريبا من تطلع النسبة هي 200 فما فوق مايكروغرام بالديسيلتر، من تكون 200 أو أكثر هنا ايش تنطيني؟ طبعا لازم شنو اكو وياه، يعني اني مثلا اكو، خلي اقول لكم فرضا شخص اكل حلا واكل فواكه وراح ورا ساعة قاس السكر مالته طلع 300 و400، هذا اني ما اقدر اقول عليه هو عنده دايابيتس. لازم اربطه ويا شنو؟ اربطه ويا الكلاسيك سيمتوم، يعني لازم اكو عنده عطش، ولازم اكو يورينيشن، ولازم اكو هذه الاعراض كلها اللي حكينا عنها. يلا اقول اكو ممكن عنده اعراض، شو وقت ابدي اقرر انه هذا الشخص عنده دايابيتس من اروح اسوي فاستنج؟ الفاستنج ينطيني مؤشر كلش مضبوط بالاضافه الى الاتش بي 1 سي. الفاستنج على الاقل يكون الشخص صايم لمده 8 ساعات before taking this test. طبعا المفروض المستوى مال البلاد جلوكوز يطلع من 120 فما دون، اذا طلع او هو يعني المفروض هو لحد 110، وحتى 100 احنا يعني من 100 ل 120 هذه خلي اقول لكم فد ارقام مشكوك بيها، انه من يعبر 100 او يعبر 110 لا، هنا أنا اقول انه والله هذا الشخص ممكن يكون عنده، لكن من يعبر مستوى 120 لا، هنا أنا او اكو اعراض ثانية تأيد، فهنا قطعي ممكن هذا الشخص يكون عنده سكر، خاصة إذا كان صايم فترة لا تقل عن الثمان ساعات. النورمال فاليو مالته هو لازم تكون ما دون 100، هي من 70 إلى 100، هذا احنا يكون هو ضمن النورمال فاليو. طيب اكو اختبارين او 3 اختبارات اضافية احنا ممكن نسويها. اكو اختبار يسموه الاورال جلوكوز توليرنس، منو يعرفه؟ دكتور هذا ينطوه يمكن ايه 75 غرام من الجلوكوز، ينتظرون اي عليه ساعتين ويفحصوا ويشوفون الجسم بالضبط يمكن يعني
حرق هالجلوكوز ده لا. بالضبط. هنا هذا الاورال جلوكوز توليرانس، هذا في حالة شنو؟ اذا مثلا شخص، ايش وقت اسويه او شنو اللي يخلينا احنا نسوي هذا الجلوكوز توليرانس؟ اذا اجينا شخص تقريبا عنده اعراض مال السكري، واجا فحص الراندوم مالته تقريبا كان من 160 الى 200، ما اقدر اقول عليه عنده سكري، واجا فحص الفاستنج تقريبا كان من 110 الى 125 بعض ضمن النورمال فاليو، لكن العفو اكو هذه الكلاسيكال سيمتوم موجودة. هنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي له الاختبار اللي نسميه اورال جلوكوز تولرانس. This test evaluated body response to glucose. أني راح أجي أنطي الجلوكوز للشخص وأقيس مستوى السكر فيما بعد. This test is require fasting at least، يعني الشخص أني أنطيه جلوكوز وأخليه يصوم فترة لا تقل عن 8 ساعات إلى وما تزيد عن 16 ساعة. Fasting glucose level is determined. هذا شلون أسوي؟ راح أكو عندي فئتين، الفئة اللي هم الادلت العاديين واللي هم النورمال، واكو البريجننسي ويمن. الادلت اللي هم اللي انا اسوي لهم الاورال جلوكوز انطيهم تقريبا 75 غرام من السكر ومن الجلوكوز الصافي وخليهم يتناولوا، والبريجننت ويمن انطيها 100 غرام، واجي افحص البلد تيست خلال فترة تشقيد كل نص ساعة، يعني خلال ساعة او ساعتين انا كل نص ساعة افحص مستوى السكر. This test is normal if your glucose at 2 hours less than، إذا كان أقل من 140 microgram decibel، إذا كان أقل من 140 ذاك الوقت راح أعتبر إنه هذا الشخص هو ضمن normal range. لكن a fast level of إذا كان 126 أو أكثر at 2 hours of glucose إذا عبر ال 120، هذا راح أعتبره مؤشر على إنه شنو؟ مؤشر انه هو عنده دايابيتس. فاذا اذا طلعت لي الشخص، يعني شو وقت اقول من هذه الاختبارات الثلاثه شو وقت اقول هذا الشخص هو ضمن النورمال رينج؟ لازم الجلوكوز الاورال تولرانس جلوكوز اقل من 140، الفاستنج لازم اقل من 120 او 126، ولازم الراندوم اقل من 230 في حاله اذا، العفو 200، في حاله اذا هذول الثلاثه طلعوا أعلى من المستوى الطبيعي، هذا ينطيني تقريبا نتيجة قطعية أنه هذا الشخص عنده دايابيتس، أو اللي إحنا نسميها البري دايابيتس، هذه الأعراض اللي هي تكون ما قبل السكري. الاختبار الرابع واللي هو المهم جدا اللي هو الـ HB1C. منو يحكي لي على الـ HB1C؟ شنو هذا الاختبار؟ دكتور السكر المتراكم لمدة 3 أشهر، شنو هذا السكر المتراكم لمدة 3 أشهر؟ هو عمر الخلية الـ RBC 4 اي أشهر، فياخذون اي حتى رينج 3 أشهر، يعني أفضل العمر المثالي للخلية، يقيسوا أنه الهيموغلوبين شلون ينقل الجلوكوز أول شيء كل شيء. شنو علاقة الجلوكوز بالهيموغلوبين؟ دكتور اي هدف؟ اكو نوع من انواع الهيموغلوبين اللي هو glycated هيموغلوبين، هذا راح ترتبط فيه السكرات مثلا جلوكوز الفكتوز البقية، يعني ف هو هذا اذا تواجد بالدم، اذا ارتبط السكري مع الهيموغلوبين كون glycated هيموغلوبين راح يترسب على كريات الدم الحمراء يتجمع، وبالتالي من استخدم whole blood كسامبل حتى يبين لي كل 3 أشهر أشوف كمية الجلايكات الهيموغلوبين اللي يعني داخل الكرية. متراكم على الـ RBC. بالضبط. شوفوا الـ HB1C هو واحد من أكثر الاختبارات المضبوطة اللي إحنا نشخص بها الدايابيتس، اللي إحنا نسميه السكر التراكمي. هذا السكر التراكمي ينطيني مؤشر على تركيز الجلوكوز بالدم لمدة لا تقل عن 3 أشهر. ليش؟ لانه هذا الجلوكوز احنا ايش عندنا؟ عندنا فد مركب اللي احنا نسميه جلايكيت بروتين. هذا الجلايكيت بروتين رياكتد سبونتينيوسلي ان بلاد وذ جلوكوز تو فورم جلايكيت ديريفاتيف.
جلايكيد البروتين هو واحد من مشتقات الجلوكوز. هذا الجلوكوز هذا البروتين العفو راح يتفاعل ويا الدم. ايش راح يكون لي؟ راح يكون لي مشتقات الجلايكيد. هذا الجلايكيشن اوف بروتين از كنترول باي كونسنتريشن اوف جلوكوز ان ذا بلاد and by number of amino reactive amino group present in the protein that are accessible to glucose for reaction. All protein that reactive site can be glycated and concentration the glycated protein that can be measured in blood as a marker for folliculation of blood glucose concentration during certain period. الجلايكيت بروتين هو عبارة عن بروتين من مشتقات الجلوكوز. هذا شنو وظيفته؟ وظيفته هو اللي راح كأنه يعني ينظم عملية ارتباط الجلوكوز بالدم. هذا الارتباط اللي يصير بين الجلوكوز والدم أنا أقدر أقيسه شو وقت؟ بما أنه عمر كرية الدم الحمراء هو تقريبا ما بين 90 إلى 120 يوم، أنا أقدر خلال هاي الفترة أقيس مستوى ارتباط الجلوكوز بالدم. شلون راح أقيسه؟ خلال هذه الفترة اللي هي 90 إلى 120 يوم during this time glycated hemoglobin A، أكو نوع من أنواع الهيموغلوبين اسمه هيموغلوبين A، هذا هو اللي راح يرتبط بمن؟ راح يرتبط بالجلايكيت being ketoamine compound. هذا الكيتوأمين المركب الكيتوأمين formed by combination of هيموغلوبين والجلوكوز. اذا احنا من راح اقيس مستوى الجلوكوز بالدم ايش راح اقيس؟ راح اقيس مستوى مركب هذا الكيتو امين، هو اللي راح ينطيني الاشاره او ينطيني ايش قد اكو تركيز مال الجلوكوز بالدم. الكيتو امين هو عباره عن مركب ناتج من ارتباط الهيموغلوبين اي ويا منو؟ ويا الجلوكوز. Several subfraction of glycated hemoglobin has been isolated of this glycated hemoglobin A the fraction اللي احنا نسميه HB HB اللي هو الهيموغلوبين ال A الهيموغلوبين A ال A وال 1C is most interesting serving for retrospective indicator of the average of glucose concentration. هذا ال HB1C هو من اكثر الاختبارات دقة ونعتبره احنا فد مؤشر على قياس مستوى الجلوكوز بالدم. شي ينطينا reflect the average of plasma glucose concentration تقريبا من شهرين الى 3 اشهر. ايش قد المستوى الطبيعي مالته؟ المستوى الطبيعي مالته تقريبا من 4 او 4.5 الى 6.5. اذا عبر مستوى ال 6.5 معناها هذا يكون عنده hyperglycemia ويكون عنده diabetes. من يكون المستوى مالته 4.5 او اقل من 4 هنا ايش راح نعتبره؟ راح نعتبره هايبوغلايسيميا ويكون عنده انخفاض مزمن بسكر الدم إلى أن يرتفع ويرجع المستوى مالته طبيعي. بالعموم مرضى السكر يعني على الأقل أو الأشخاص يعني أنا مثلا شخص شو وقت أعتبره بري دايابيتس؟ إحنا ليش أكو عندنا بيشنت نسميهم بري دايابيتس وأكو بيشنت نسميهم دايابيتس؟ شو وقت أسمي هاي التسمية برأيكم؟ دكتور البريدايابيتس يكونون يعني معدلات الفاستنج او الراندوم يعني مو اللي عبر الطبيعي عبر الحد الاعلى بس يعني اقل شيء الاعلى يعني ما وبعد اي هاي نقطه بعد شوفوا البريدايابيتس هم اللي تكون عندهم المؤشرات مال ريسك فاكتور لكن بعد الجلوكوز مالتهم ضمن الحد الطبيعي. يعني من اجي اقيس مثلا الفاستنج راح القاه تقريبا 119 120 125 هذه انا احنا ما اقيس على مده شهر واقول انه هذا عنده بري دايابيتس، لا هذه الفحوصات تقريبا مده لا تقل عن 6 اشهر. اذا كان تقريبا على يعني نقول هو اقل شيء بالماكسيمم يعني مثلا اذا الماكسيمم مالتنا 125 هو تقريبا يطلع عند الفاستنج 120، الراندوم مالته راح يطلع 180 190. شلون اقيس او شلون اقول انه هذا شخص بري دايابيتس؟ راح اقيس هنا على HB1C. HB1C مالتهم ايش راح يكون؟ اذا كان اعلى شيء احنا الماكسيمم مالتنا ضمن الحد الطبيعي هو
6.5 تقريبا يطلع ال HbA1c مالتهم 6.5 6.4 6.3. هذا هنا ايش راح اقول، اذا هو الشخص يعني ما عنده اعراض لكن مستويات السكر مالته تطلع هيك، لا اقول هذا بري دايابيتس، لكن هو ما عنده اعراض لكن عنده مؤشرات الريسك فاكتور، مثلا عنده الهاي بلاد بريشر، عنده نسبه الكوليسترول مالته جدا عاليه، هذه كلها ايش تنطيني؟ تعطيني مؤشرات على انه هذا دايابيتس. البيشنت اللي هم العفو بري دايابيتس لازم ياخذون احتياطات مبكره حتى ما يوصل مرحله انه يبدي والله الجلوكوز مالته ترتفع المستويات مالته عند الحد الطبيعي. الاختبار الاخير اللي احنا ممكن نسويه للبيشنت اللي هم جماعه الدايابيتس، اكو اختبار نسميه الفركتوز امين. الفركتوز امين هذا عباره عن تيست جدا بسيط، اقيس بيه نسبه الالبومين. الالبومين is the main component of plasma protein. هذا الالبومين also contain free amino group non enzymatic reaction with glucose، يرتبط ويا الجلوكوز هذا الالبومين اللي موجود بالبلازما. فاحنا نجي نقيس، نجي نقيس مستوى الجلايكيتد البومين كان سيميلار سيرف از ا بايو ماركر، مثل ما اقيس ال HbA1c اقيس الفركتوز امين، كانه نفس المركب ده يتكون هذاك الجلايكيتد ده يجي يرتبط ويا الهيموغلوبين اي، هنا الجلايكيتد ده يرتبط ويا الالبومين. هذا ش ايضا ممكن اعتبره، ممكن اعتبره a marker to monitor blood group blood glucose. The glycated albumin is usually taken to provide retrospective measure average of blood glucose concentration. تقريبا هذه هنا الفترة حتكون من 1 إلى 3 أسابيع أقدر أقيس أني الفركتوز أمين. تقريبا المستوى مالته الطبيعي راح يكون من 205 إلى 285 مايكرو مول باللتر. هذه طبعا شوفوا يعني احنا صح نحكي على فد ارقام شائعه، لكن تبقى تعتمد على المختبر اللي دا يشتغل وعلى الكيت. فمرات تشوفون يعني مثلا النورمال رينج يختلف، يعتمد على الكيت وعلى الجهاز اللي دا يشتغل بيه ابو المختبر، لكن تبقى هي ضمن حدود طبيعيه. احنا نيجي نشوف ايش قد طالع بالنتيجه وايش قد النورمال رينج، فالاختلافات اللي ممكن تصير بالارقام هذه تعتمد على الجهاز وعلى الكيت اللي دا يشتغله ابو المختبر. فاذا صارت عندنا احنا 5 اختبارات ممكن نشخص بيها البوث تايب اوف دايابيتس اللي هي الفاستنج والرام دم والكلوكوز اورال توليرانس والاتش بي 1 سي والفركتوز امين. اكو انواع من الاختبارات اقدر اشخص بها، واني شلون اقدر اشخص انه هذا الشخص هو دايابيتس تايب 1؟ على اي اساس اقدر اقرر؟ اول شيء اقرر على اساس العمر والاعراض، والنقطة المهمة القطعية اللي تنطيني مؤشر انه هذا دايابيتس تايب 1 هو وجود الاوتو انتي بودي. الدايابيتس تايب 1 is usually diagnosed by a prime characteristic of hyperglycemia. هذه بالعموم احنا يعني اذا هذه الاختبارات الخمسة انطتني مؤشرات عالية هذا قل الدايابيتس، بس هل هو تايب 1 او تايب 2 تعتمد انه الهيستوري مال البيشنت، العمر مالته، هذه كلها تعطيني مؤشرات هل هو تايب 1 او تايب 2. لكن تبقى النتيجة القطعية من اللي قررها الاختبار مال الاوتو انتيبادي. It may be useful to perform the serological test for diabetes before beta cell destruction. احنا ليش اذا شخص او اذا يعني patient بعمر المراهقة وصارت عنده هذه الاعراض مال السكر، ليش أنا ممكن رأسا يروح بالي أقول له روح أفحص أوتو أنتي بودي؟ حتى صح إحنا قلنا الأعراض ما تظهر إلا بعد تقريبا تتحطم 80% من البيتا سيل، لكن تبقى أكو 20% ممكن تكون شغالة، ممكن إحنا نتلاحق على هذه البيتا سيل. أكو علاج ثاني، علاج بالستيم سيل، أكو انطو أميونو سبرسيف دراج حتى أوقف التدمير الكامل اللي يصير للبيتا سيل. هذه شلون راح أعرف إنه هذا البيشنت عنده تايب 1؟ اقول له روح سوي اوتو انتي بودي للدايابيتس تايب 1. شنو الاوتو انتي بودي؟ اول شيء اللي انا راح اشخصها تيستو انتي بودي، اول شيء الجلوتاميك اسيد ديكربوكسيليز والانسولينوما انتيجين 2، هذول اول شيء احنا ممكن نشخصهم. شوفوا احنا قبل شويه قلت لكم احنا عندنا 5 انواع الاوتو انتي بودي، لكن هل اسويهم كليتهم؟ لا،
اول اختبارين اسويهم الجلوتاميك اسيد دي كاربوكسيليز والانسولينوما انتيجين، هذول اول شيء احنا نسميهم. اذا هذول الاثنين طلعوا نيجاتيف انا لازم اسوي اختبارات ثانيه، ما راح اتوقف. If this test result are negative, they can be followed by أسوي testing لل islet cell antibody وين؟ بال children والانسولين antibody بال adult. فإذا هنا لازم تفرقون اختبارين رئيسيات احنا نسويهم، الجلوتاميك acid decarboxylase والانسولينوما، هذول احنا نسميهم نسويهم لل adult ولل children. إذا هذول الاثنين طلعوا negative اكو اختبارين لازم ارجع اسويهم، اسوي للتشيلدرن الايلت سيل انتي بودي وبالادلت اسوي الانسولين انتي بودي. طبعا هذه الاختبارات احنا كلها نسويها بالالايزا. انتي بوديز تو ايلت سيل هاف تراديشنالي تو ديتكتد باي، بالعموم هم هنا يسووها بالاندايركت اميونو فلوريسنت، بس ايش راح يستخدمون؟ using a frozen section of a human pancreas. ليش؟ ليش نستخدم ال human pancreas cell؟ ليش استخدم التيشو هنا مال البنكرياس؟ تعرفون احنا ال indirect immunofluorescence ايش نستخدم؟ سلايد وعليه تيشو نسوي الاختبار مالتنا مثل ما اخذناها بالانتي نيوكليار انتي بودي. برايكو ليش استخدم هنا السكشن ال human pancreas؟ ليش ما استخدمت هيومن ابيثيليال سيل؟ اعيد السؤال، تنسوي اختبار مال انتي بودي تو ايلت سيل بالاندايركت اميونو فلوريسنت، السكشن اللي راح نستخدمه هو هيومن بنكرياس، ليش ما استخدمنا هيومن ابيثيليال سيل؟ مثل ما تعمل بالانتي نيوكليار انتي بودي اللي نكشف عليها. اي دكتور شلون عبد الملك؟ بس الانتي بودي اللي نريد نكشف عنهم ما راح يتفاعلون مع البيثيليا سيل، فراح نستخدم الخلايا هي الاصل مال البنكرياس اللي ناتجه منه، حتى تكون ناتشرال يعني انتي بودي. خلي بالضبط هو هنا وين الانتيجين، احنا على منو ندور هنا؟ انا ليش يعني بالانتي نيوكليار انتي بودي استخدمت هيومن ابيثيليال سيل؟ ليش؟ يعني وقتها قلت لكم انه هي تتميز انه عندها لارج نيوكليوس، لذلك الاكسبريشن مالتها يكون عالي. انا شنو بدي افحص؟ شنو بدي افحص؟ انتي نيوكليار انتي بودي، هي انتي بودي ضد الانويه، ضد النواه، ضد المكونات مع النواه، لذلك استخدمت هيومن ابيثيليال سيل. هنا من اني اجي افحص ابحث عن اكشف عن دايابيتس، هذه الديابيتس الانتيجين منو؟ البيتا سيل. البيتا سيل وين موجوده؟ موجوده بالبنكرياس، فاني ما اقدر استخدم هيومن ابيثيليال سيل، شو اسوي بيها؟ ما عندي الانتيجين، فاني ايش لازم استخدم؟ لازم استخدم تشو من البنكرياس، وعاده يعني خاصه هذول الاشخاص اللي يصير عندهم نقل بالاعضاء احنا ممكن نستفاد من البنكرياس، نحضر سلايدات خاصه التشو مال البنكرياس، واني اقدر استخدمه بالاندايركت اميونوفلورسنت. ليش؟ لان انا اصلا بدي ابحث عن انتيجين ضد الايلت سيل، فلازم شو استخدم؟ لازم استخدم ايلت سيل، واجي انا اخلي او اسوي الاختبار مال الاندايركت اميونوفلورسنت بنفس الطريقه، نفس الطريقه اللي سويت بها انتي نيوكليار انتي بودي. لكن شنو اللي فرق عندي؟ فرق عندي بس التشو اللي خليته على السلايد، لانه اني من اجي استخدم هذه الطريقه لازم اني احدد الانتيجين مالتي. من اني اسوي اختبار على ايلت سيل فلازم اني ايش عندي؟ عندي بنكرياس، تشو البنكرياس حتى اشوف وجود هذه الانتيبادي. او احيانا احنا ممكن ايش نستخدم؟ نستخدم هذه التراديشنال ميثود اللي هي مثل منو؟ الاميونو بريسيبيتيشن تيست، راديو اميونو بريسيبيتيشن تيست، الاليزا، الويسترن بلوك، والماس سبكترومتري. These methods can be used to detect antibody to other pancreatic antigen مثل الانسولين والجي اي دي والانسولينوما انتيجين 2. بالاضافه الى هذا احنا مش ممكن نستخدم، اذا طلعت لنا هذه الاختبارات ثلاثتهم بوزيتيف كومبايند سكرينينج اوف انسولينوما انتيجين 2 اي والاي سي اي والجي اي دي انتيبودي كلهم
ظهره عندنا antibodies appear to have most sensitivity and the best positive predictive of value of diabetes type 1 high risk population. احنا حتى نتاكد انه هذا الشخص هو بالفعل تايب 1 لازم اني اسوي له على الاقل ثلاثه من هذول الانتيبادي ويطلعون ثلاثتهم بوزيتيف يلا اقدر انطي اني نتيجه قطعيه. لكن المهم بالاختبارات انه لازم احنا شو نسوي؟ اول شيء بالفحص اروح اني ابحث عن اثنين الجلوتاميك اسيد ديكربوكسيليز والانسولينوما انتيجين، هذول الاثنين هذول اذا طلعوا لي نيجاتيف لا راح اروح وين؟ راح اروح اسوي ايلت سيل انتيبادي بالتشيلدرن والانسولين انتيبادي بالادلت، وهذه تبقى اذا طلعوا لي هم بوزيتيف فراح تكون هي فحوصات تكميليه تاكيديه لا اكثر. هنا عرفت اني شلون اشخص الدايابيتس، عندي خمس طرق اشخص بها التو تايب وعندي طريقه الاوتو انتيبادي اشخص بها التايب 1. طيب بالنسبة للسيلياك ديزيز هنا الاختبارات همينة راح تختلف بالكامل، عندي اختبارات سيرولوجي، عندي هيستولوجي، وعندي ال HLA تايبينج. مثل ما حكينا قبل شوية قلت لكم السيليال ديزيز السيلياك ديزيز العفو او اللي يسموه الجلوتين سنسيتيف انتيروباثي تسميتين هما صحيحات. السيلياك ديزيز هو عبارة عن شنو؟ immune mediated انتيروباثي triggered by exposure to wheat gluten that are similar and similar protein found in rye and barley that affected genetically susceptible person. منين ينتج؟ هو عبارة عن cell mediated infection يرتبط بمنه؟ يرتبط نتيجة التعرض البيشنت إلى الجلوتين اللي موجود بالحنطة وموجود بالشعير وموجود بالذرة، هو تبقى نفس مركب الجلوتين خاصة عند الأشخاص اللي احنا شو نسميهم؟ نسميهم genetically susceptible ان هم يعني عندهم استعداد جيني للإصابة. هذا النوع من أنواع الإصابات This immune mediated enteropathy is characterized by villus atrophy, intraepithelial lymphocytosis and cryptid hyperplasia. راح يتميزون أنه راح كأنه خلي أشوفكم هذه الصورة تختفي الفيلاي. شوفوا هذه الصورة، وهنا هذه النورمال فيلاي، هذه الذغابات اللي هي موجودة بالأمعاء الدقيقة بشكل كلش طبيعي. شوفوا هذا بالهيلثي بيرسون، وشوفوا الأشخاص اللي يكون عندهم سيلياك ديزيز، هذه يسموها فيلاس أتروفي، يصير أكو ضمور بالذغابات. شوفوا يعني شوفوا فرق الطول وشوفوا وين صارت بالسيلياك ديزيز، فيصير عندهم هذا الضمور نتيجة التحسس اللي صار للجلوتين أو التحسس اللي صار لهذه المنتجات. يصير عندهم انترا ابيثيال لمفوسايتوسيس اللي هو هذا اللي احنا اللي سميت لكم اياه الانفلتريشن مال التي سيل والماكروفاج الى داخل التشو نتيجه التحطم او الهاي بريميبلتي اللي صارت بالابيثيل بالميوكوزا مال السمول انتستاين. Once though the disease larger present يعني عند أي فئة من الناس ممكن تزيد هاي النوع من أنواع الإصابات، تزيد طبعا بشكل كبير عند الأطفال خاصة اللي هم الأندرويت تشيلدرن اللي يكون يعني عندهم يكونون تحت الوزن الطبيعي. And this wide spectrum of disease activity is now better to recognize and this has result shift the present symptom of most patients. طبعا احنا هسه ممكن يعني من الفئة الأكثر المتضررة، الفئة الأكثر متضررة هي الأطفال خاصة اللي إحنا مثلا قلت لكم يعني تقريبا اللي عمر أقل من 4 أشهر لحد عمر السنة، هذول إحنا ما نعرف أني ما أعرف الطفل إيش بيه، ممكن يصير عنده مغص ويصير عنده إسهال ويصير عنده تقيؤ وإحنا ما نعرف شنو السبب، ممكن يكون viral infection، ممكن bacterial infection، ممكن أصلا يكون صار أكو عنده تحسس من الجلوتين اللي موجود بالحليب او العفو اللي موجود مثلا بالاكل، او اشخاص يصير عندهم يسموها اللاكتوز انتولرنس او اللاكتوز سنسيتيفيتي خاصه الاطفال يصير عندهم تحسس من اللاكتوز اللي موجود بالحليب. هذول احنا ما نقدر نقرر عليهم اذا ما تطلع لنا اعراض ثانيه، كثير من المرات يطلع لهم رش مثل الحساسيه اللي يصير تحسس يصير جلدي عندهم. بالعموم هذه احنا شلون نشخصها اللي هي السيلياك ديزيز. Diagnosis of celiac disease is based on clinical symptom, serological finding, duodenal biopsy, and the presence of HLA-DQ2 and HLA-DQ8 halotype. فإذا
الكلينيكال سيمتوم هذه على الطبيب والبقية علينا اللي احنا المختبرين اللي احنا اللي راح نشتغل. اول شيء سيرولوجيكال تيستينج، هذا هو يعني احنا ممكن على اساسه اكثر شيء ممكن احنا نشخص عليه اللي هو السيرولوجي. طبعا هي ادق وحده من عندهم البايوبسي، دودينال بايوبسي هي اللي راح تشوف لنا الخلل اللي دا يصير بالتشو، الضمور اللي دا يصير بالزغابات، وايضا حتى تبين لنا الفلتريشن مثل ما قلت لكم قبل شويه من شرحنا النظري مالته. قلت لكم احنا من نجي ناخذ التشو شفنا ماكروفاج وشفنا سي دي 4 وشفنا سي دي 8 وشفنا بلازما سيل كلها موجوده وين؟ بنفس مكان الاصابه، هذا اللي هي صار بها فلتريشن. سيرولوجيكال تيستينج از انيشيال ابورت taken to evaluate patient suspected with having celiac disease and help to differentiate this patient from having condition. اللي شوفوا هنا ليش احنا ناخذ السيرولوجيكال تيستينج، هذه حتى اميز بينهم وبين الاشخاص اللي هم gluten sensitivity وبين الويت اليرجي. لذلك دائما ينصحون الاشخاص اللي يكون عندهم متوقع انه يكون عندهم سيلياك ديزيز شو يسوون؟ يسوون دايت. دايت من منو؟ من المنتجات اللي تكون بيها جلوتين. ليش؟ It is recommended that patient follow regular diet before serological testing. حتى شنو؟ حتى نتجنب الفولس بوزيتيف انتي بودي، العفو الفولس نيجاتيف انتي بودي، because false negative antibody result can occur in individual on gluten free diet. احنا قدر الامكان اخلي البيشنت اخليه ضمن دايت معين حتى، او اخليه يروح ياكل منتجات بها جلوتين حتى اشوف اني الانتي بودي. راح اميز بين منو؟ بين الاشخاص اللي هم جلوتين سنسيتيفيتي، واشخاص هم عندهم ويت الرجي، واشخاص هم عندهم سيلياك ديزيز. هذه الاعراض قد تكون كلها متشابهه الاعراض الكلينيكال سيمتوم، لكن بالسيرولوجي اني شخص اتوقع عنده سيلياك ديزيز راح اقول له، راح اقول له اكل ضمن حد معين منتجات قد تكون بها جلوتين الى حد معين. ليش؟ حتى قدر الامكان يعني هو اذا سوى جلوتين فري نهائيا ماكو جلوتين، هذا هنا أنا ممكن الانتي بودي تختفي من الجسم، فحتى اتجنب هذه الاختفاء على الاقل خلال فتره معينه بس على فتره السيرولوجيكال تيستينج اخليه ضمن دايت معين انطيه جلوتين حتى تتكون الانتي بودي بداخل الجسم، حتى التايتر مالتها من يطلع اعرف انه هذا الشخص عنده سيلياك ديزيز. شنو الاختبارات اللي احنا ممكن نسويها عند الاشخاص اللي عندهم سيلياك ديزيز؟ ذا فيرست شوفوا اول اختبار سووه طبعا بال 1980 سووا اختبار على الانتي بوديز اللي تتكون على الجلايدين اللي هو المنتج اللي هو سب فراكشن من الجلوتين. اول اختبار سووه على الجلايدين، the first serological test for celiac disease was measured antibodies to gliadin. هذا الاختبار طبعا ما موجود ومو شائع يعني بهالفترة هذه، طبعا يمكن تقريبا لحد قبل اخر الاختبارات موجودة لحد قبل 20 سنة او شيء، بدأ يقل وبدأ ينقرض. ليش؟ لانه قامت تطلع عنا false positive result. احنا من اشخاص عندهم مثلا حساسيه ضد حمضه ممكن يطلعون بوزيتيف، اشخاص عندهم حساسيه من الجلوتين ممكن يطلعون بوزيتيف، اشخاص هم سيلياك ديزيز ممكن يطلعون بوزيتيف. لذلك اي شيء بمنتجات جلوتين راح يطلعون هذول البيشنت هم بوزيتيف حتى اذا ما طلع سيلياك ديزيز. لذلك هو not commonly today because a significant number of false positive result. شوفوا اكو دائما نقطة لازم واحد ينتبه لها، احنا مثلا من نحكي على الإلايزا ونحكي على كثير من الاختبارات شو نقول؟ نقول اكو نسبة sensitivity ونسبة specificity. هذه دائما من تكون مثلا من 80 فما فوق اوكي نسبة مقبولة، لكن اكو دائما ايش تطلع عنا؟ تطلع عنا نسب قليلة، او اكو اختبارات دائما تطلع بها نسبة الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف ريزلت. هذه شلون اني احذف الاختبار؟
ليش مثلا احنا هسه نقول الانتي بودي ستوغلادين انحذفت من الاوتو انتي بودي اللي احنا نفحصها؟ من احنا نجي نسوي دراسات، اجي اخذ مثلا على مستوى بلد معين، اجي من البيشنت كلهم اللي عندهم، يعني بنسوي دراسة مسحية من البيشنت كلهم فرضا اللي عندهم سيلياك ديزيز، اجيت اني اخذ الجلايدين واحد واخذ الاذر انتي بودي واحد، من اجي اني اميز الاشخاص، اني اعرف هذول الاشخاص هذا عنده سيلياك ديزيز وهذا عنده ويت سنسيتيفيتي وهذا عنده جلوتين سنسيتيفيتي، اني اعرفهم وميزتهم مشخصة، من اجي افحص هذا الجلايدين ايش راح ينطيني؟ يعني المفروض هو فقط يطلع بالسيلياك ديزيز، بس هو وين قام يطلع؟ قام يطلع بالويت سنسيتيفيتي والجلوتين سنسيتيفيتي. من تطلع النسبة سيجنيفيكانت، من تطلع النسبة عالية، أو ضمن الحسابات الإحصائية أكو فد رقم معين، من نتجاوزه يعتبر سيجنيفيكانت. من يعتبر سيجنيفيكانت معناها هذا راح يضرب لي كل النتائج، راح يأثر لي كل النتائج، معناها هنا دا ينطيني نتائج خاطئة. فلذلك أنا شو وقت ايش انا راح اسوي؟ لا راح احذفه وما راح اعتمد عليه، كان شغال لفترة معينة فاد ناس هواية، لكن من بدأت تدخل هذه التكنيك الحديثة بدينا احنا نستغني عنه ونلجأ وين؟ الى انواع اخرى من انواع الاوتو انتي بودي. حاليا الديتكشن على منو دا يعتمد؟ ديتكشن اوف اي جي اي تو تي كابيتال تي سمول جي، هذا اللي هو الانزيم اللي احنا قلنا موجود وين؟ موجود تفرضه عفوا تنتج الانتستاين حتى شو يسوي؟ يسوي ديستراكشن للجلايدين. ايش اجي افحص؟ اجي افحص مستوى الاوتو انتي بودي على التي تي جي، اجي اشوف النسبه مالته. بالعموم احنا بيش نفحصه؟ نفحصه عن طريق الاليزا بيز اليزا بيز از يوزنج بيوريفايد هيومن اور الكومبوننت تي تي جي انتيجين. هنا نشوفه انا من دا احكي على الاليزا لازم البليتا مالتي شي يجي بيها؟ يجي بيها انتيجين. الانتيجين مالتي هنا منو؟ اما راح نستخدم من يعني ناخذ الانزيم من الانسان ونسوي له بيوريفيكيشن ونخليه انتيجين بالبليتا مال الاليزا، او يكون مصنع مثل ما تتذكروا مثلا من حكينا عن الروماتويد اريثرايتس قلنا السترولينيتد بيبتايد، هذه اللي احنا خليناها بالبليتا مال اليزا، صار عندنا مستوى اول ومستوى ثاني. قلنا اللي احنا استخدمناها ايش كانت؟ كانت ساينثيتك، هاي الصناعيه. فاذا الانتيجين اللي موجود بالبليتا مال اليزا اما راح يكون بيوريفايد تي تي جي او يكون ريكومبيننت اللي هو هذا الصناعي. طبعا الاليزا من اضبط انواع التكنيك اللي احنا ممكن نشتغلها ونشخص بيها السيلياك ديزيز. ليش؟ لانه تكون هاي سنسيتيفيتي وهاي سبيسيفيتي. السنسيتيفيتي مالتها تقريبا من 91 الى 95%، والسبيسيفيتي مالتها من 95 الى 97%. احيانا ايش نستخدم؟ الرابيد اميونو اسي. هذه الرابيد اميونو اسي ايضا احنا ممكن نشخص بيها، لكن تكون ما تكون مثل الاليزا، يعني الاليزا راح تكون مور سنسيتيف ومور سبيسيفيك. فإذا أكو طريقتين، طريقة الإلايزا وطريقة الرابيد إميونو أسي. أضبط وحدة بيهم منو؟ أضبط وحدة بيهم الإلايزا. ليش؟ لأ تكون هاي سنسيتيفيتي وهاي سبيسيفيتي. إيش أكشف بيها؟ أكشف عن الأي جي أي أنتي بودي المن للتي تي جي، هذا اللي هو الإنزيم اللي تفرزه الأمعاء حتى تحط منه منو؟ تحط منه الجلايدين. طيب بعض الأشخاص شي يصير عندهم؟ يصير عندهم اي جي اي ديفيشنسي. هذه الاي جي اي ديفيشنسي هو فد نوع من انواع الاوتو اميونو ديزيز، اصلا يصير عندهم خلل بالبرودكشن مال الاي جي اي. شوفوا السيرم اي جي اي ليفل شود بي كونكورنتلي ميجرد ان ذيس انديفيديوال بيكوز سيجنيفيكانت نمبر اولسو هاف سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي ويل ذيرفور نيجاتيف تيست. يعني ليش اقول لكم دائما الاوتو اميونو ديزيز دائما مرتبطه بنوع معين من الاوتو اميونو ديزيز الثاني؟ فكثير من الاشخاص تلقوهم مثلا قلت لكم السيلياك ديزيز مرتبط بالدايابيتس، ممكن مرتبط داون سايندروم، تيرنر سايندروم، الاي جي اي ديفيشنسي. طيب اذا شخص هو عنده سيلياك ديزيز
واني اجيت سويت للاختبار مال الاي جي اي تو تي تي جي وطلع نيجاتيف. هل اني هل هو ما عنده سيلياك ديزيز لو شلون؟ لا ما اقدر اقرر. ليش؟ لانه اكو هذا الشخص ممكن يصير عنده كومبليكيشن، الكومبليكيشن مالته هي اي جي اي ديفيشنسي، فهنا النتيجه ايش راح تطلع لي؟ هو عنده سيلياك ديزيز بس النتيجه مالتي طلعت نيجاتيف. الخلل مو بالتكنيك مالتي، الخلل هو اصلا عند الجسم لان هو اصلا عنده ديفيشنسي بالاي جي اي. طيب هذه اني شلون اقدر اتجاوزها؟ شنو الاختبار البديل اللي ممكن اسويه؟ ان بيشنت هو ار اي جي اي ديفيشنت، احنا شو ممكن نسوي؟ ممكن بدل الاي جي اي نختبر الاي جي جي، تيستينج فور اي جي جي انتي تي تي جي فور اور اي جي جي انتي بودي تو deaminated gliding peptide. فهنا ايش صار عندي؟ صار عندي اختبارين بالنسبة لل IgA، عفوا ال IgG، ممكن افحص IgG ضد ال TTG، ممكن افحص ال IgG ضد ال deaminated gliding peptide. هذول الاختبارين ممكن احنا نسويهم بال ELISA. طبعا منو اكثر واحد مضبوط بيناتهم؟ ال deaminated gliding peptide are more recent development and show especially high sensitivity in children under 2 إلى 3 years who have negative other type of antibody. False positive result for anti-TTG can occur in patient with other type of autoimmune disease خاصة اللي يكون عندهم type 1 diabetes. هسه قبل لا أوصل للاختبار الأخير اللي هو راح يكون specificity مالته 100% ما بي مجال للغلط، اكو ارجع اراجع لكم اياها على السريع. اول اختبار احنا ممكن نسوي الاختبار مال سابقا كانوا يسوون الانتي جلايدين انتي بودي، وهذا انحذف. ليش؟ لانه يطلع لنا فولس بوزيتيف ريزلت. بالفتره الحاليه قمنا نشتغل، قمنا نطلع الانتي الاي جي اي انتي بودي على منه على الانزيم مال تي تي جي. هذا ممكن احنا نشتغله عن طريق الاليزا ويطلع مضبوط، لانه الإلائزة هنا راح تكون السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي مالتها جدا عالية. لكن في بعض الأحيان شافوا انه الأشخاص هم عندهم سيلياك ديزيز لكن الاي جي اي مالتهم يطلع، لو الاختبار مال الاي جي اي يطلع نيجاتيف. ليش؟ لانه السيلياك ديزيز ممكن يرتبط بعدة انواع مال اوتو انتيبادي، وحدة من عندهم اللي احنا نسميها الاي جي اي ديفيشنسي، هو اصلا يصير عندهم خلل بإنتاج الـ IgA. فتلقائيا ايش راح يطلع عندنا الاختبار؟ راح يطلع عندنا نيجاتيف. بشنو راح نستعيض عنه؟ بدل الـ IgA راح نستخدم الـ IgG. بالاختبار مال IgG عندي two type of antigen أنا أقدر أشخصهم. أكو IgG تتكون على الـ TTG، وأكو IgG antibody على منو؟ على الـ deaminated gliding peptide. نستخدمهم ونشخصهم عن طريق الـ ELISA. الاختبار مال ال deaminated gliding peptide اللي يكشف فيه عن ال IgG antibody، طبعا هذا هو الشائع حاليا بالتشخيص خاصة يعني عند الأطفال. ليش؟ لأن يكون high sensitivity خاصة الأطفال اللي يكونون يعني عمر 2 إلى 3 سنوات، إذا طلعت بقية أنواع الأوتو antibody negative. ممكن ال anti-TTG ممكن يطلع false negative عند الأشخاص اللي يكون عندهم other type of autoimmune disease مثل type 1 diabetes. عندنا واحد من أنواع الأوتو أنتيبادي وجوده يعطينا نسبة تشخيص 100%، في حال إذا طلع عندنا positive هي انتهى نسبة قطعية 100% أنه هذا شخص عنده celiac disease. positive anti-TTG إذا طلعت لنا هذه أول اختبار مال IgG طلع عندنا بوزيتيف، اني ممكن اسوي اختبار تكميلي لانه في بعض الاحيان ممكن يطلع لي نيجاتيف ويتداخل ويا اذر تايب اوف اوتوميون ديزيز. من يطلع لي بوزيتيف اقدر اسوي اختبار تكميلي فولود باي تيستينج فور اندومايسل انتيبودي اللي هي اي ام اي. هذه الاندومايسل انتيبودي ذا بريزنس اوف اي ام اي از 100% سبيسيفيك فور ديزيز فور دايجنوستس اوف سيلياك ديزيز، بات ما يستخدمه هواية. ليش؟ لأنه الكلفة مالته جدا عالية. لأنه من أشخصه شي يعتمد؟ يعتمد أنه إحنا لازم نسوي indirect immunofluorescent using monkey esophagus or human umbilical cord tissue as a substrate، على الرغم من أنه هو ينطينا نتيجة
100% اللي هو الاندوميسل انتي بودي، نتيجة قطعية، لكن ما يستخدمه هواية. ليش؟ لأنه مكلف. مكلف ليش؟ لأنه إحنا أول شيء التقنية اللي نستخدمها indirect immunofluorescent، معناها إيش راح نحتاج؟ معناها راح نحتاج تشو. التشو منين يجيبوه؟ إما monkey esophagus or human umbilical cord tissue. ذاك الوقت يلا يشتغل. فيعني المختبرات بدول العالم ممكن وارد جدا انه تستخدمه، لكن احنا هنا نستخدم الاي جي جي انتي تي جي، وممكن نستخدم الاي جي اي في حال انه الشخص ما كان عنده اي كومبليكيشن ثانيه بالنسبه للاي جي اي ديفيشنسي. اخر اختبارين ممكن نسويهم للبيشنت ويا سيلياك ديزيز، انه اما نسوي بايوبسي او نسوي اتش ال اي تايبنج. بما انه هذا التداخل اللي يصير بالانتي بودي ويا اذر تايب اوف اوتو اميون ديزيز، فمرات هوايه الاوتو انتي بودي او السيرولوجي ما ينطيني نتيجه قطعيه، فوين نروح؟ بايوبسي اوف سمول انتستان شود بي بيرفورم تو كونفير ذا دايجنوسيس. البايوبسي ايش راح تشوفني؟ البايوبسي تشوف كاركترستيكالي شو ان انكريز اوف نمبر اوف انترا ابيثيلال لينفوسايت، الونجيشن اوف intestinal crypt and partial or total atrophy of villi. هذول الصفات الثلاثة إذا تواجدوا بالبايوبسي ينطيني نتيجة قطعية إنه هاني عندي celiac disease. ممكن تكملها الاختبارات مال السيرولوجي، وممكن تكملها الاختبارات مال HLA typing، لكن أضبط شيء ممكن الشخص يسوي بايوبسي. فإذا إيش تطلع عنا ثلاث شغلات أو ممكن أشوفها بالبايوبسي، اللي هي increase number of intraepithelial lymphocytes, elongation يصير بالintestinal crypt and partial or total atrophy of villi. In order to minimize the occurrence of false positive result, multiple biopsy. حتى أتجنب أنه تطلع لي false negative result، إيش أخذ؟ أخذ multiple biopsy should be obtained from different part of duodenum because mucosal injury may be patchy. ممكن يكون مثلا يعني احنا اخذ تو بايوبسي من مكانين مختلفات حتى اتاكد انه بالفعل هذه النتيجه اللي صايره او هذه الاعراض اللي دا تطلع لي هي بالسيلياك ديزيز. لانه ممكن شو تصير؟ الاصابه تصير في مكان معين وما تصير في، يعني ما تصير على طول السمول انتستان كلها، تصير مثل البقع التاكل اللي يصير بالابيثيليال سيل او بالميكوزا مال السمول انتستان. فاذا بالهستولوجي نقطة جدا مهمة، أشوف هذول الأعراض الثلاثة وحتى أتأكد وأتجنب أنه تطلع لي false negative result، شو أخذ؟ أخذ multiple biopsy من شنو؟ من different part of duodenum. الشيء الأخير اللي إحنا ممكن نسويه اللي هو ال HLA typing. مثل ما قلت لكم طبعا تقريبا 95% من الأشخاص اللي هم celiac disease يكونون يحملون الجينات مال ال HLA-DQ2، بينما الخمسة الباقين هم HLA-D8. ال HLA typing useful differentiating celiac disease from other condition especially when the serological test والبيوبسي result are borderline. من احنا نسويهم ويكون اكو تشوش بالنتيجة، وين اروح؟ اروح اسوي HLA typing، هي اللي راح تنطيني التشخيص الصحيح. ليش؟ لانه the absence of HLA-DQ2 وال HLA-DQR virtually excluded a diagnosis of celiac disease، لأنه الأشخاص اللي ما يحملون هذه الجينات ما راح تصير عندهم إصابة. نقطة وراء سطر، شخص يحمل HLA-DQ2 أو HLA-DQ8 متوقع جدا صير عنده إصابة. في حال غيابهم اثنيناتهم لازم الشخص يطلع negative of holotype highly unlikely this disease. يعني ممكن شخص عنده اعراض واحدة من الاوتو انتي بودي طلعت لي بوزيتيف، والبايوبسي خلي احنا ليش قلت لكم ناخذ اثنين حتى اتاكد من النتيجه، البايوبسي ما هلقد انطتني هذه النتيجه الصحيحه او صار اكو تشوش بالتشخيص، ممكن تكون حساسيه مال الحنطه، ممكن حساسيه من الجلوتين،
ممكن صايره فد انفكشن معين بالسمول انتستاين وطلعت لي هذه الاعراض، راح يكون القطعي تماما انه احنا نسوي اتش ال اي تايبنج. اذا كان البيشنت عنده هذه النوع من الاتش ال اي انطي هنا نتيجه حتميه انه هذا الشخص عنده سيلياك ديزيز. مجرد انه اني ما القى الاتش ال اي ما اقدر اشخص انه اقول هذه سيلياك ديزيز. ممكن تقولون خب احنا من البدايه اروح اسوي اتش ال اي تايبنج واشوف هل هو عنده او ما عنده، وعلى هذا الاساس اقدر اشخص. الاتش ال اي تايبنج من الاختبارات اللي جدا 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 مكلفه، فما يسوي يعني انتم تخيلوا احنا هذا الاختبار مال انتو ما يصل انتي بدي لانه مكلف، نستخدم بي انديركت ميونو فلوريسنت فقليل ما يستخدمه، فما بالكم بالاتش ال اي تايبنج. الاتش ال اي تايبنج هذا يسووه في حاله يعني قد تكون دراسات بحثيه، قد يكون فد مركز هو ده يشتغل. طبعا الاتش ال اي تايبنج عاده ما موجود، يعني من اجي افحص الاتش ال اي اما في حاله نقل الاعضاء نسوي التطابق مع الاعضاء او بالطب العدلي. صح كثير من الامراض المناعيه هي معتمد على اتش ال اي بشكل رئيسي، بس كتشخيص احنا ما نروح نشخص بالاتش ال اي، هذا نستخدمه بالدراسات البحثيه والدراسات التاكيديه. بالتشخيص اروح شاعدنا احنا نسوي سيرولوجي ونسوي بايوبسي حتى اني اتاكد من النتيجه. لكن ارجع واقول لكم اللي يقطع الشك باليقين اللي هو ال HLA typing، هذه في حالة انه مثلا يعني عوائل بكاملها الوراثة هنا ممكن تكون قوية، ذاك الوقت ممكن احنا نسويهم HLA typing ونتأكد من نوع الإصابة. لهنا انتهت المحاضرة، اي احد عنده سؤال؟